الرياضة، حقق الملاكم الأوكراني ألكسندر أوسيك فوزا جديدا من خلال تغلبه على منافسه الألماني ماركو خوكا في النزال الذي جرى بالعاصمة الألمانية برلين في إطار الدور الربع النهائي من بطولة العالم للملاكمة. وأوقف الحكم النزال في الجولة العاشرة بسبب عدم قدرة الملاكم الألماني على مجابهة نظيره الأوكراني الذي وجه لكمات قوية في أغلب أوقات النزال. الملاكم الأوكراني دفع لقبه في الوزن الثقيل بحسب تصنيف المنظمة العالمية للملاكمة وتأهل إلى الدور النصف النهائي للبطولة العالمية.